شوف حنا الله ينصر سيدنا والله يطول عمره، انا بغينا المنحه ديال ولادنا حنايا الحاله حال الله. هاد المنحه اللي نشدها نشدها غير لولدي العام الجاي باش يقرا باش يشد كتبه. وليني منين جينا هنا قال مشيت للنيابه قالوا لي ولي المدير. مشيت للمدير قال لك اودي راه مسجل، من دخلنا في المدرسه النهار الاول قال لي اودي الولد عندكم مسجل. منين جينا للمنحه ما لقيناش، هضروا كاملين ماشي غير انا نهضر، هذه راه جايه من عند سيدنا الملك كنهضروا معاها. وليني ما بانت لينا حتى حاجه، ما بانت لينا حتى حاجه معاها كاملين. ما عندناش يا ودي الحاله حال الله، بغينا حق ولدنا يبان. شي داخل الصوح شي ما خلصوش، شنو بغينا نعرفوا السيستم فاش جات ما كاين. ها قالوا لنا راه حنا داخلك شاد الفلوس. واحد مشيت للنيابه قالوا لي روحي عند المدير ديالو. مشينا للمدير قالنا نروحوا للنيابه سجلناهم كامل. واحد يردنا لواحد، بغينا نعرف حق ولادنا فين راهم. لو كان تيو الحال المسكين انا الدار طايحه عليا مقشره ونقري باش نحافر نقري ولادي. واللي خلصوهم واش داو علينا حنا بحالهم. جاتنا واحد الشكايه من الرباط في الطاكسيات، غير في الطاكسيات والمراكب ولا كارت اللي قالك سير شريها من الطوبيس. واش كيعطيوها لنا ولا كيصدقوا علينا؟ راه كتجي من عند الملك الله ينصرو. هذه الشكايه بالثمن راه كيعطيها لنا غير الملك، ما كيعطيوها لناش مجيابهم. الله يرحم الوالدين الا نشوفوا بحال هاد الناس بحال الدراري راه حنا كنشريو لهم بهم غير كتب. وكورونا شي خدام وشي ما خدام. الله دخلنا عنده قال لك اسيدي سيروا النيابه، النيابه مشينا عندهم قال لك المدير ديالكم هو اللي داير هاد المشاكل، راه هو اللي ما دخلكمش في التيسير نهائيا. السلام عليكم. حنايا جينا لهنايا للمدرسه عند المدير ما قالنا والو، مشينا للنيابه صبنا ولادنا قالوا لنا ما كاينش السميه ديالهم كاع هنايا. جينا هنايا قالوا لنا ما كاينش هنا السميه ديالهم في عقبه. عاد صيفطونا النيابه، مشينا النيابه عاود قالوا لنا ما كاينش السميه ديالهم، وليو عند المدير. عند المدير قالوا لنا المدير ما معترفش بهم، خصو هو يعترف بهم ويطبع لهم باش يكونوا باللي راهم في المنحه ديال الملك. وقالوا لنا الا ما مشيتيش عند المدير واعترف بهم راهم هذا العام ديالهم مشى لهم باطل. واش كاين شي واحد اللي يبغي التلاميذ يقراو عام كامل وما يديوش كاع؟ راها حشومه. والبنات كبار والولاد كبار زعما راهم باغيين يزيدوا لقدام. لا قريني فيهم ولي سليمان 600 تلميذ، ماشي غير بنتي وماشي غير ولد، هذه راها 600 تلميذ. لا قرايه غادي تمشي لهم باطل، المدير ما معترفش بهم. الى منحه ما كاين والو. حنايا نطلعوا نهودوا كيصيفطونا، كل واحد يصيفطنا عند واحد، صيفطونا هذا صيفطنا النيابه، النيابه صيفطنا عند المدير، المدير صيفطنا عند الاكاديميه. مشينا عند الاكاديميه قالوا لنا باللي راها مسجلين هنا في الاكاديميه، بصح في النيابه وفي المدرسه ما كاينش. زعما هذا الشيء هذا راه حرام، وهذا عار هذا عار. هاد الوليدات راهم في خطر زعما، راهم حتى هما باغيين يقراو ويزيدوا لقدام. كل واحد واش غادي، راهم ولاد الشعب. وحنايا راه حنا يحيى الملك الله يزيد في ايامه ويزيد في عمره، هو اللي راه يصيفط لنا هاد المنحه، ماشي راهم يصدقوها علينا هما. انا دخلت عند المدير وراني السيستم، البنيه مركيه في السيستم، كل شيء داخل في السيستم. هو كيقول لك هما عندهم مشاكل ما بينهم وبين العمل ديالهم، دخلنا حنا ماشي ضحيه، هاد الشعب ماشي ضحيه. هو عنده علاقة بالنصب دياله، هو باغي يخدم مصالحه، إلا ما خدمولاش مصالحه ما يخدمناش مصالحنا. حنا إيه؟ هاد الشعب علاش؟ هاد الأبناء علاش؟ واحد محتاج طايب شي خالص شي ما خالص علاش؟ واش حنا ما عندناش الحق ديالنا؟ راه عندنا الحق ديالنا وعندنا ديجا نخلصوا. أنا صوناولي من لابوست شكون عطاهم النمرة؟ رواح دير لاكارت ب6000 فرنك، مي مشات الكارت كيجي قال لك هذه ما تخلصش بها علاش؟ انا ديك 6000 فرنك علاش؟ خدام جورني انا نجيب 6000 ولا 7000 ما نوصلهاش. بي غادي نجيب انا هاد الفلوس هذه؟ انا هاد البنيه كتستافد بها، كتشري بها كتب تشري بها حوايج، كتسناها من العام للعام. علاش؟ علاش كيديروا لنا هاك؟ علاش كنمشيو ضحيه؟ فين ما يكون عندهم شي مشكل حنا نمشيو ضحيه علاش؟ حنا ضعاف ما عندناش.
غير جورني بنادم خدام غير جورني، ما كانش واحد اللي مستافد بالشهر ولا يخلص ماندا ولا يخلص. حنا سيدنا عطينا الحقوق ديالنا ولكن ما بايناش. علاش؟ هاد عقبة احنا علاش؟ المدارس الاخرين المديرين الاخرين علاش؟ هاد المدير بوحده ولا؟ إلا بوحده واه. ما يمكنش. الأساتذة كيغيبوا ما كيحسبوش. ومرة يكرا ومرة ما يطلعش. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.